افتتحت فعاليات مهرجان سمع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16 والذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار رسالة سلام للعالم. يستمر المهرجان الذي قوبل بحضور جماهيري كبير حتى 28 من سبتمبر الجاري يستمر في فعالياته. تحت شعار رسالة سلام للعالم انطلقت فعاليات مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في دورته 16 والذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري. طبعا دي الدورة الستة بمشاركة دولية كبيرة جدا الحمد لله، نظرا لأن ظروف كورونا الثلاث سنين اللي فاتوا كانت الدول الأجنبية أقل، الحمد لله السنة دي الحضور الأجنبي قوي، عندنا حوالي 12 فرقة أجنبية بالإضافة إلى الفرق المصرية المختلفة وفرق السفارات المختلفة أيضا. إن شاء الله تبقى دورة متميزة. 30 فرقة ديت منهم دول الكونغو برازافيل ودي ضيف شرف المهرجان، وعندي اليونان وعندي رومانيا وعندي جيبوتي وعندي جنوب السودان وعندي الجزائر وعندي البوسنة وعندي قبرص وعندي تترستان وعندي فرق كتيرة جدا مشاركة. المهرجان يشارك فيه 30 فرقة من مختلف دول العالم ليكتسب بذلك مكانة دولية كبيرة في قلوب محبي الأناشيد والتواشيح الدينية. والله الحمد لله رب العالمين، لنا الشرف أننا نشارك في الطبعة الثالثة لمهرجان سماع في دولة مصر الحبيبة، وهذا المهرجان كما تشاهدون لاقى صيتا كبيرا على المستوى العالمي، وهو يمثل الموسيقى الروحية والسماع الصوفي لكل دول العالم، وهو يجمع كل هذه الثقافات في هذا المهرجان الجميل. بنحاول بقدر الإمكان نعمل رسالة سلام نوصلها للعالم كله، ونقول ان مصر بلد الامن والامان، ونقول ان مهرجان سماع ملتقى الاديان وملتقى الحضارات وملتقى الثقافات المختلفه. اهميه المهرجان بالنسبه له هو للاستفاده والتعلم اكثر وكسب خبره اكثر من حيث كل شيء، والتعرف على وجوه جديده من جميع الدول العربيه والاوروبيه والعالم كله ان شاء الله. هو الحقيقه مش السنه دي بس في حاجه جديده، احنا كل سنه بنحاول نجدد ونطور من نفسنا. الحقيقه الدكتور انصار عبد الفتاح دايما بيبقى حريص جدا ان كل سنه يقدم حاجات جديده عن السنه اللي قبليها. السنه دي من اهم الفرق اللي معانا وهي ضيف شرف المهرجان، فرقه كونغو برازافيل. الحقيقه كانت هي من اشهر الفرق العالميه، وكانت حريصه جدا جدا السنه دي، يعني بتتابع معايا بقى لها 6 شهور ان هي عايزه ان المهرجان يبدا، عشان كانت حريصه جدا ان هي تشارك فيه. يعرض بيت السناري وقبه الغوري عروض مهرجان سماع الدولي والذي يهدف الى التواصل الثقافي والانساني بين ثقافات شعوب العالم المختلفه. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.